السلام عليكم. الزول الفلاول. لو كان نعاودها لكم ثلاث خطرات به النظام الجزائري والشعب الجزائري في 48 ولاية يفهم باللي اللغة الأمازيغية هي اللغة الأولى في الجزائر، في التاريخ تاع الجزائر. اللغة الأمازيغية هي اللي بدينا بها نهضروا فيها في هذا البلاد قبل بالإسلام يجي هذا 1400 سنة في الجزائر. والنظام الجزائري مازال ما فهمش باللي لازم يحترم، ولازم باللي كاع نحترموا هذه اللغة الأمازيغية، لأنه هذه اللغة تاريخية هي راهي في الدم كاع 40 مليون جزائريين. وشفنا باللي بين 2016 في الدستور الجديد قالوا بلي هذه اللغة لغة رسمية، كانت هذه اللغة وطنية. ولكن رانا تشوفوا بلي هذا النظام الجزائري ما راش يدير أي حاجة بهذه اللغة الأمازيغية تكون في كاع المدرسات في 48 ولاية، ولازم فلي هذه اللغة تكون وتبان في 48 ولاية في أي إدارة، أي إدارة. ولازم هذه الحكومة الجزائرية تحترم هذه اللغة، لأنه هذه اللغة ناس تشهد بها، ناس تهدر بها، ناس تفرح بها، وناس تبكي بها. وعلى بالكم باللي الثورة الجزائرية وين بدات؟ بدات في الأرض الأمازيغية، في خجلة، في باتلة، في تيجي وزو، في بجاية، في بومرداس، في بويرة. لازم النظام الجزائري والشعب الجزائري يدير اللي يقدر يدير باه اللغة هذه تبان في الجزائر كاملة. نو دوموندو اوفيسيالمون او غوفيرنمون الجزائريان دو ميتر تو لي مويان نيسيسير بور كو لا لانغ تامازيغ سوات انسيني دون لي 48 ولاية، qu'elle soit présente dans toutes les administrations du pays, car c'est une langue nationale et car c'est une langue officielle. هذه هي الرسالة تاع اليوم، وإن شاء الله نتحدوا بهذه اللغة الأمازيغية تكون وتبان لغة رسمية. السلام عليكم.